الوافع التونسي تعب برشا بصراحة. ما تربي الحال راهي، ها نقولكم ناي لا معتمد لا رئيس بلدي فما حتى عضو كتب عام باش عنده باش عامل في مطر هنا، وين السلطة جيبونا معتمد زواو للناس بحالة ما قريب تاكل بعد فينا جا الطالب وش بيك تغلق مانيش واصلة شهريتي ضعيفة برشا ومانيش قادرة حتى باش نوفر لولادي برشا حاجات. بلاد بلاها زواو يا ماتر وش عندها ماتر، ما تديش الباجة ما تديش الهذاك، كل شيء ناقص سكر ناقص ما ديك كل شيء ناقص ما دام شيء ما عادش نوصل حتى شيء مو نقصون شوية يا ودي شنو نحن ناس زواولة ماتر راي ماتر تحب بلاد فلاحة ماتر وتنقصونا في شوية مزوت وتنقصونا في كل حاجة كل شيء نقصونا فيه شوية 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 ما لا وجه إذا كان أنت كل يوم الأسعار تزيد كل يوم الأسعار نمش تخلط العبيد هاكو سمى ناس مواطنين زواولة ياسر حالتها في حالة هاكو يعني التونسي يقاسي ما لواش يقاسي في حاله أموره مزمرة ما تلفي حالة راهي ها نقولكم ناي أنتم خايم الدرقين غادي في تونس وفي هذيك والرئيس عاتي ربي راوديم يعملنا في رقابة هنايك في كل شيء في الاسم ده والسكر والزيت يعني تحب تقولي ما فماش رقابة ما دمش زواو للناس في حالة مقريب تأكل بعثينا تطالب وش بيك تغلق كي برا شوف لوتا برا شوف الهكة اللي نبس عليه يخلط ويمزمر وما ديما مزمر راهو نحكيو توا رانا في ماتر يعني بلاد فلاحة بلاد فلاحة مزواو ولا ماتر واش عندها ماتر ما تديش الباجة ما تديش الهذاك كل شيء ناقص سكر ناقص ما هذيك كل شيء ناقص ما دام شيء ها هو كان الخبز ولا بالصف هنايك خبز بالصف بالصف كل يوم اللي تونس اللي هي على باز مطمورة رومان ما لو شنو هي ماتر هي مسمية على الفلاحة وماتر حاقرينها التوانسي كل حاقرينها من غادي هنايك ماتر جت في الوسط المواطن التونسي قادر باش يعبي كفته والا لا بالطبيعة ماهوش قادر ديجا تشوف الشيء كيفاش الدنيا غلات الدنيا غلات برشا انا نخدم يعني في معمل وكل مانيش واصله شهريتي ضعيفه برشا ومانيش قادره حتى باش نوفر لولادي برشا حاجات يديتهم في لبستهم في الوضع التونسي تعب برشا بصراحه ما عادش نوصل حتى شيء كل شيء غلى كل شيء غلى من المعيشه من كل شيء منيش الغلاء هذا الكل شنو باش نقول لك خويا مناش ديجا هاك تشوف اللي شادين الكراسي ما هذه مواضيع ما نجمش نحكي فيها برشا ديجا انتم ما تعرفوا كل شيء قداش لازم التونسي شهريه باش ينجم يعيش مرتاح دي شهريه يلزمها الطوب شنو قداش هاك مليون يا ربي والله بالحق احنا شهريتنا تعبه برشا توا نخدموا لهنا خاصة في ماتر انت قلت لي نخدم في معمل هنا في ماتر قداش شهريتي سامحني في الكلمه شهريتي خويا ضعيفه برشا شهريتي هذا كان خدمت 3 بيت 600 يعني من الاخر 640 650 ما تفوتش والتونسي قادر يعبي ولا ماهوش قادر يعبي ماهوش قادر بالطبيعه هذا يقول لي كان لقاء طبيعة ديجا تشوف الشيء على عينيك انت ديجا البلاد عمال التالي ليس القدام ران لا معتمد لا رئيس بلدي فما حتى عضو كاتب عام باش عنده باش عامل في مطر هنا وين السلطة جيبونا معتمد عملونا رئيس بلدي لازم فما حوار لازم حوار مع شكون مع كاتب عام واحد قداش منه معتمدية باطر تابع ولاية بنزرت لا عندنا لا معتمد رئيس بلدي حتى شيء شكون مش حلو المشكلة هذي كاتب عام عنده حق ما نجمش يعمل حتى مشكل كان بالقانون كي تحط رئيس بلدية وتحط أعضاء فما إشكالية والكل تحكي وحدها والكل تمثل وحدها نعرف سي سعيد يخلق لنا معتمد في مات ورئيس بلدية باش ينحي المشكل هذا الكل وكلها تحكي وحدها تمثل كي تولي فما سلطة ولا أخي معتمدية ماتر المفروض يكون فيها معتمد المفروض يكون فيها رئيس هاي هاو الحديث هاو حديث صحيح كاتب العام هو ليحكم كاتب عام قداش منه أش بيشوف هذا نحكو هاو تخدحك يا سيد هاو دي خدحكو بيت الحكمة شني جيبنا معتمد واخلق لنا رئيس بلدية ونعملوا أعضاء هاك ولا أعضاء بتعرف هذا وهذا 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 أنا نقول لك راني جعان وأنا غني ونقول لك راني شبعان وأنا فقير هاك ولا السلطة مع الناس في ماتر سعيد راه معنا السلطة في ماتر آخر خلنا السلطة الوالي قداش منه ولاية كامل هاك ولا والسلام عليكم وبارك الله فيكم.